وفي لبنان هددت النقابات العمالية في لبنان بتنفيذ إضراب عام في البلاد مطلع فبراير المقبل إذا لم تستجب الحكومة للمطالب بزيادة الرواتب للقطاع العام. احتجاجا على تأخير إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب ودفاعا عن حقوق المتعاقدين من المعلمين والأساتذة الثانويين، نفذت هيئة التنسيق النقابية تظاهرة مركزية انطلقت من أمام وزارة الإعلام اللبنانية في منطقة الحمرة ووصلت إلى أمام السرايا الحكومية، حيث اجتمع المتظاهرون الذين حملوا الأعلام اللبنانية واللافتات وطالبوا بالإسراع بتحويل سلسلة الرواتب إلى المجلس النيابي ورفضوا مشروع وزير المالية القائم على فرض ضريبة دخل على معاشات المتعاقدين. والحكومة مسؤولة، والحكومة مسؤولة، الإدارة مشلولة، الإدارة مشلولة. المتحدثون باسم الهيئة طالبوا الحكومة اللبنانية بتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتوعدوا بسلسلة من الاعتصامات والتظاهرات أهمها إضراب عام في حال عدم إقرار المطالب. يعني نحن لحد هلأ صار لنا شي سنة ونص منتظاهر، لحد هلأ في كذب وتسويف، ما في أي شيء. هلأ الشيء المقبلين عليه بشباط هو إضراب مفتوح. المعتصمون اعتبروا أن الأيام المقبلة سوف تشهد سلسلة تحركات وخطوات تصعيدية ولن يسمح بعد اليوم بتجاهل المطالب أو الانقداد على الرواتب. ما في حكومة عادلة بالعالم بتعامل فئات شعبها بغير عدل. انعطت فئات من الشعب اللبناني السلسلة وهناك محاولة حرمان الفئات الأخرى. ما في تكون الحكومة غير عادلة، بتسقط الحكومة اللي ما بتكون عادلة. ما فيك يا دولة الرئيس إلا تكون عادل. أيها الزميلات والزملاء، أدعوكم لأن تكونوا على جهوزية، فالأيام المقبلة ستدفعنا إلى اتخاذ خطوات لفك أسر سلسلة الرتب والرواتب أسيرة الحكومة التي ترتكب مخالفة دستورية بعدم إحالتها إلى المجلس النيابي. عشتم وعاش لبنان. تأخير إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب قد تؤدي إلى شل القطاع العام في لبنان، إضافة إلى تأزيم الوضع الاقتصادي والاجتماعي. من أمام السرايا الحكومية في بيروت، جنان شحادة، قناة الكوت.